ايه سبب ان انت ما تلعبش اهلي وزمالك كل الفترة دي؟ والله يبقى توفيق من ربنا، عدم توفيق بقى، عدم حظ، ما فيش حظ ليا، ما تعرفش يعني. بس هي جت فتره من الفترات كان اسمي بيتردد بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، لكن ما حصلش نصيب ان انا ابقى موجود معاهم. يعني الوكلاء ليهم دور بس مش دور كبير، يعني الانديه هي المتحكمه في الحيز الاكبر في الموضوع ده. هل وصل لك عروض قبل كده من الأهلي أو الزمالك؟ عروض رسمية؟ لا. حد كلمك؟ حد كلمني منين؟ أهلي أو زمالك؟ حصل مكالمة من أحد المسؤولين في النادي الأهلي، والمكالمة كانت قصيرة جدا، ومن بعدها يعني ما حصلش توفيق ليه. كان سنة كام يا عم؟ تقريبا 18 19.